الله والحمد لله وخير ما نبدأ به. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصبحنا وأصبح الملك لله الحي القيوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. يسرنا أن ننقلكم أسعار الحلال من حفر الباطن اليوم الأربعاء 13/8/1443. نسأل الله التوفيق للجميع، توكلنا على الله. صلوا على النبي، الله يجزاكم خير، وانتظروا التوقيع بعد قليل بمشيئة الله. صلوا على النبي، الله يجزاكم خير. ما شاء الله. كم السوم يا ناصر؟ 1150 أبو أحمد. حروف صافي ولا في رخ؟ بها ستة رخاص. 1150. سوم 1150 وفيها ست رخاص، والعمر أربع شهور. 1150. ثلاث شهور ونص. 1150 يا. سوم 1150 ريال. ما شاء الله تبارك الله. عمر ثلاث شهور ونص أربعة. صبحك بالخير. كم بيعت هذه؟ ما شاء الله تم البيع 1090. شاء الله يربح الشاري يعوض على البايع. رخلوا خروف، لكن الغربية خروف. صافي 50 ما شاء الله تبارك الله. كم العدد يا حامد؟ 21 ترى يروح. ها من شرف ما يبي حتى دخل الخروف. احنا شاري الرعي ثلاثه منه برا خلاص برا رقم كاش يا باشا. يلا 35 كم يا فايز؟ 1230. 1230 خروف صافي 30 راس مربوط جاهز. ما شاء الله. سوم 1230 عمار اربع شوق. صبحك الله بالخير. كم بيع ده يا فايز؟ نعم 860. ما شاء الله تبارك حبيب. الله عيونك آخر أمان. شكرا لك. ما شاء الله تبارك الله. صلى الله ربح الشاري يعوض على البايع. رخلوا خروف. حامد كم بيعت يا حامد؟ كم بيعت يا عبيد؟ 950 تدر. ها؟ ايه كم بيعت؟ 950 تدر. عمارة 950. ما شاء الله تبارك الله. اسعار طيبه ما شاء الله بالنسبه للطلي. يلا حاسب يا عمنا. يلا 21 ما شاء الله تبارك الرحمن. سوق حفر الباطل يوم الاربعاء. علي صبحك الله بالخير. كم بيع ده؟ 910 ريال. 910 الأغلبية خروف ولا كله خروف؟ هذا اللي فيه رسلتين ثلاثة. هذا المريعة. اي نعم. تم البيع 910. شكرا لك أبو عزوز. هذا كله رب. خير أبو مطر. 360. كم سوم هالجدعات؟ 360. ما شاء الله تبارك الله. 360. 360 300. سوم 1360. مصلح كم المعزذي؟ 960 سوما. صبحك الله بالخير اول شيء. يا مرحبا. سوم 960 الله يبقيك طول عمرك ابو عزوز. البيع قريب ولا؟ والله ان شاء الله قريب. صلى الله يرزق راعيهم. شكرا لك ابو عزوز. حياك الله. هلا والله ابو احمد. صبحك بالخير. صبحك الله بالنور. كم بيعت الرغاي ذي؟ 1160 بيعت. ما شاء الله تبارك الله. كل واحده حدرها واحد؟ كل واحده واحد. ما شاء الله تبارك الله. سن وديد وروح. ان شاء الله يربح الشاري يعوض على البايع. امين. ابو فهد صبحت بالخير. كم سوم التيوس؟ 810. سوم 810 ما شاء الله. كم عمارة يا ابو فهد تقريبا؟ ثلاث شهور ونص ولا اربعه؟ في ثلاث شهور ونص فين اربعه. لكن سباق ما شاء الله. هذه كم بيعت؟ بيعت ب 110 اردني. اردني مستورد؟ ها؟ مستورد جديد هذا؟ اي والله جديد. 1110. 1110 بيعت. ما شاء الله. صباح الخير، كم بيعت؟ صباح النور. 1125.
1125 دخل صافي دخل صافي ايه 1125 عندك عندك تم البيع 1125 كم 790 ما شاء الله عندك اطرحه هذه كم بيعت الرخال 930 ريال دخل صافي ها ما شاء الله رخال كله يمكن 12 صبحت بالخير صباح النور والسرور يا هلا ابو احمد يلا حي في قلبك يا ابو هلا كم الرومانيا ذي كم الشوب الرومانيا هذيل 210 والخروف سومه 260 حالها الخروف هذا كلها رومانيا كلها رومانيا مربوطه ايه مربوطه السومه جدعات 1210 و1260 رومانيا 210 فايز 810 ايه 810 تم البيع 810 كم سوم المعزة؟ هذول السوم 810 خمسة حدرة خمسة خمسة حدرة خمسة الله السوم 810 السوم 810 810 أبو أحمد هذه التراعد من البرد اليوم برد ما شاء الله 810 إن شاء الله يرزق رأيه وكل مسلم فايز 810 810 تم البيع 810 علي صباح على صباح الخير صباح النور يا هلا كم بيعت هذه 1160 نعم 930 في رخلين ها 1170 عارف نصر كم بيعت الغنم ذي بيعت 590 ابو احمد ما شاء الله اه بس صافي نشوف لك 1110 حيل يا حيل حيل 590 تم البيع هذا اللي بيعته 590 صورناه وهي طالعه ها كم راس كم راس يا ولد صبح بخير صبحت بالنور يا هلا كم سوم هالدواغير ذي 410 سوم ها سوم ترى يرزق رايين كل مسلم ان شاء الله شكرا لك يا حبيب حياك حياك ابو احمد صباح الخير ابو علي كم بيع ذا ابو علي 1100 ما شاء الله تبارك الله دخلوا خروف لكن الخروف اكثر حامد كم بيعت الغنم ذي قصر 450 ما شاء الله تم البيع 450 ريال سدل غنم قصر هالمنظور الواضح حامد صبحت على بعض يا شباب الدلال سلم صبحت بالخير كم بيعت هذه 660 ما شاء الله لكن حالهم من الوصف تحت